غير العالم. احنا في اواخر جان في 2013، بطل رياضي عالمي حامل العديد من الارقام القياسية في اختصاصه، بعد ما اعلن تقاعده يقرر يستحب عائلته في رحلة لجبال الألب باش يستمتعوا بالثلج ويمارس واحدة من امتع هوايته السكي. ما كانش يعرف انه حدث مأساوي كان في انتظاره، هو اللي عدى حياته في مستوى رياضي ذو احتراف عالي جدا يفرض عليه برشا ديسيبلين وبرشا تضحيات. كان شغوف جدا لبداية استمتاعه بالحياة الطبيعية واسترجاع وقته اللي عداه بعيد على عائلته في اهم سنوات عمره. في واحدة من القفزات طاح، تضرب راسه في صخرة وتخل في غيبوبة باش تلازمه لمدة 6 سنوات بالتمام والكمال. امبراطور الرياضات الميكانيكية ملقى في فراشه غير واعي، والكل قال أنه مصير الموتى. لحديث اليوم على مايكل شوماخر. تولد مايكل شوماخر نهار 3 جان في 1969 في هيرث ألمانيا الغربية. بوه كان مهتم جدا بسباقات السيارات والعدوى اتعدات المايكل والخوه رالف. مايكل كان متفوق في دراسته وكان بارع جدا في اللغات، الشيء اللي فسر تمكنه التام من 3 لغات أجنبية هما الفرنسية الإنجليزية والإيطالية بخلاف لغته الأم الألمانية، مع معرفة صغيرة جدا باللغة العربية بصفته من أصول جزائرية. البداية كانت مع الكارتينج، كان متميز وسرعان ما تنبؤوله بمستقبل باهر في الفورمولا 1، وسرعان ما تحصل على الدعم المادي من كبار رجال الأعمال. اتدرج واحدة واحدة من الكارتينج للفورمولا فورد الألمانية والأوروبية، ثم الفورمولا كونغ، وبالطبيعة الفورمولا 3، هذا بخلاف مشاركاته في سباقات شهيرة كيما لي 24 دو نور. نتائج الملفتة للنظر في كل مرة كان مآلها واضح وجلي، الشاب هذا لازمه يلتحق بالفورمولا 1 ولازمه يكتب تاريخ جديد للعبة. البداية كانت مع فريق جوردان جراند بروكس. أول سباق كان في بلجيكا حيث تم اختياره لتعويض متسابق آخر. مايكل أبدع بالنسبة لأول سباق في حياته، اتحصل على المركز 7 في التصفيات. لسوء الحظ ما نجمش يكمل السباق نظرا لعطب تقني في الكهرباء، لكنه سرعان ملفت أنظار كل المتابعين، الشيء اللي خلى فريق بنيتوني سارع في تقديم عرض لمن كانوا أحسن فيه الظن وحسوا أنه عنده مستقبل كبير. وكانت تلك بدايته الحقيقية في اللعبة. موسم أول حقق فيه نقاط عديدة، وموسم ثاني حقق فيه أول انتصار في جران بري مرة أخرى في بلجيكا. انتصار أول ستليه سنوات من الهيمنة على اللعبة مع بينيتون وخاصة مع فيراري، وفي نهاية مسيرته مع مرسيدس بنز. احنا نحكيه على أسطورة اللعبة بدون منازع، امبراطور سباقات السيارات اللي يصعب تجاوزه، الراجل اللي لم يهزم في حلبة السباق لكنه تهشم خارجها، ولع انتصاراته الرياضية الكل في كفة، وانتصاره على المرض في كفة أخرى أحلى وأهم. 91 فوز بجران بري، 155 مرة منصة التتويج، عشرات الأرقام القياسية، و7 مرات بطل العالم. مايكل شوماخر ظاهرة خارقة بأتم معنى الكلمة، إنسان فاقت شهرته شهرة حتى الرياضة اللي مارس فيها، لكن يبقى أهم اختياراته قرار الزواج بحب حياته كورينا اللي باش تمنحه أمتع انتصاراته. بعد دخوله في غيبوبة قعد مايكل في السبيطار 6 أشهر كاملين، والكل كان يظن أنه الموت مآله. كورينا وحدها كبشت في الأمل حتى للآخر، أقامت مركز علاج متكامل في مكان السكنة، مركز تكلف أكثر من 10 مليون دولار، 15 طبيب وممرض يراقبوه 24 ساعة على 24. المصاريف كانت طائلة جدا وتتزايد شيئا فشيئا. المركز كان يكلف 500,000 دولار شهريا، والكل طلب منها التسليم لكنها رفضت، وقررت تبيع ممتلكاتها في المزادات العلنية باش تغطي التكاليف، حتى لين جاء 2019 وتم نقل شوماخر لفرنسا لإجراء عملية زرع خلايا جذعية، وهنا حصلت المعجزة. استفاق مايكل واستفاق كل محبيه وكل البشر على خبر سريالي لا يصدق. 6 سنوات من الغيبوبة فاق بعدها مايكل ومنح فرصة رد جميل زوجته اللي اعطت درس في الوفاء والحب والتشبث بالأمل. في النهاية ما نعرفوش شكون البطل الحقيقي، لكن الأكيد أنه مايكل وكورينا شوماخر غيروا العالم.
غير العالم.